بنصبح على زميلتنا دينا شرف من مدينة العالمين. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا هبة، صباح السعادة والتفاؤل على كل مصريين في كل مكان، وصباح الخير يا مصر من مدينة العالمين الجديدة. طبعا مدينة العالمين بتشهد فعاليات كثيرة جدا خلال الأيام الماضية أو طول الأسبوع اللي فات، وطبعا هنبدأ أسبوع جديد معاكم من مدينة العالمين الجديدة، لكن بالأخص امبارح كان في فعالية مهمة جدا لكل عشاق الطبخ والشيفس الموجودين على مستوى مصر والشرق الأوسط، كان في بايتس باي ذا سي، كان في مدينة الأرينا العالمين أو في منطقة أرينا العالمين، وكان في طبعا مسابقات كثيرة جدا مش بس للشيفس الموجودين من سفرة أو باشتراك من قناة سفرة، لكن كمان الجمهور نفسه شارك في هذه المسابقات ويمكن فازوا كمان بجوائز كثيرة جدا. كمان كان في حفل كبير لسعاد ماسي وحمزه نمره وفريق مسار اجباري اللي كان موجود امبارح، وكان جمهورهم اللي بيعشقهم كان متواجد لان ليهم جمهور خاص جدا بيهم، كانت حفله مميزه للغايه. النهارده كان هيبقى معانا حفله مهمه جدا لفريق كاريوكي مع توليت، النهارده مش عارفين، انا نفسي متشوقه ومتحمسه جدا اعرف اذا كان توليت هيقلع الماسك ويبان لنا ونعرف مين هو الشخصيه دي ولا لا، اللي بقاله فتره كبيره جدا بيغني ونزل البوم مهم قوي والناس كلها حبته، لكن تكهنات كتيره قوي مين هو توليت، ممكن نعرف النهارده وممكن لا، لسه هنشوف مع بعض ونتابع طبعا بقيه فقرات اليوم. لكن خلونا كمان نتكلم على ان في فعاليه هامه جدا ومهرجان موجود من مهرجان العالمين واهتمام كبير من الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه بالاطفال، ففي عندنا هنا في مهرجان نبتة للاطفال، ده مهرجان مميز جدا بفعالياته ومسابقاته وورش الفنيه وورش العمل اللي هيتم تقديمها للاطفال بس. طبعا الورش دي مش مجرد ورش فنيه بس، لكن كمان يمكن كشف عنها احمد امين المسؤول عن مهرجان نبتة ان هيكون كمان في ورش لرياده الاعمال للاطفال، فاحنا بنربي اولادنا وبنعرفهم وبنعلمهم ازاي يكونوا متخصصين في حاجات كتير جدا، وهم فعلا الاطفال اليوم هم جيل المستقبل. عندنا فقرات وفعاليات كتيره جدا من مهرجان العالمين، لكن خلونا نقول لكم صباح الخير يا مصر من مدينه العالمين الجديده.